بطارية قوتها الدافعة قاف دال ومقاومتها الداخلية ميم دال. وجد أنه إذا وصلت مع مقاومة خارجية 3 أوم وأغلقت الدائرة كان فرق الجهد بين قطبي البطارية يساوي 9 فولت. وإذا وضعت بدل المقاومة 3 أوم مقاومة أخرى مقدارها 5 أوم أصبح فرق الجهد بين قطبي البطارية يساوي 10 فولت. احسب قيمة كل من قاف الدال والمقاومة أيضا الداخلية. الآن في الحالة الأولى فإن جهد البطارية يساوي الجهد في المقاومة الخارجية. جهد البطارية هو 9 فولت والجهد في المقاومة جهد المقاومة الخارجية هو عبارة عن التيار في المقاومة الخارجية ويساوي 9 تساوي التيار هو المقاومة الخارجية وهي عبارة عن 3 أوم في التيار. إذا التيار يساوي 3 أمبير. الآن لكن تا تساوي التيار يساوي مجموع القوة الدافعة على مجموع المقاومات الداخلية. مجموع القوة الدافعة هي أيضا 3 على مجموع المقاومة الداخلية وهي 1. إذا التيار طبعا هو عبارة عن 3 ومجموع القوة الدافعة على مجموع المقاومات المقاومة الداخلية زائد المقاومة الخارجية 3 أوم. فتصبح الآن معادلة القوة الدافعة تساوي 9 زائد 3 المقاومة الداخلية وهذه هي المعادلة الأولى. في الحلقة الثانية تكون جهد البطارية تساوي أيضا جهد المقاومة الخارجية. جهد البطارية في الحالة الثانية هي 10 فولت تساوي المقاومة تكون 5 أوم مضروبة في التيار. إذن يكون التيار في الحالة الثانية هي 2 أمبير ولكن التيار يساوي مجموع القوة الدافعة على مجموع المقاومات حيث أن التيار هو 2 يساوي قاف الدال على ميم دال زائد 5. إذن المعادلة الثانية هي قاف الدال تساوي 10 زائد ميم الدال. بحل تلك المعادلتين نستنتج أنه أن القوة الدافعة هي عبارة عن 12 فولت وأن المقاومة الداخلية هي 1 أوم.